مسلسل أمينة حاف أحداث الحلقة الخامسة اللي بتبدأ بأمينة. واحد من العصابة بيقول لها عايزين نتخلص من حسن، ولو اتخلصت منه فعلا هنديكي نص الفلوس. بتستغرب جدا وبتبقى خايفة، لكن هو بيشجعها وبيقول لها قابليه وشوفيه وهتتخلصي منه بمنتهى السهولة، وليكي مننا نص الفلوس، فكري في الموضوع كويس. أما بالنسبة لفوز فبتزور صاحبتها منيرة كالعادة وبتقول لها فين جوزك، بتقول لها مرمي جوه ومعلش أمي هتعملي لي شوية أكل. بالنسبة لحصة بتتكلم مع أمها وبتقول لها ان حنين جعانه وعايزه تاكل، قالت لها اجيب لها اكل منين، قالت لها معلش بس كان بيضه كده وحته جبنه معلش خليها تتعشى، لكن واضح ان طيبه مش بتحب امينه وبنتها. شمايل ورؤيه مقهورين جدا، خاصه شمايل. رؤيه طبعا اتعودت على ان جوزها دايما بيتجوز عليها وبتقول لها روقي دماغك، يعني حتى لو زعلت هيحصل ايه، برضه هيجيبها البيت وبرضه اتجوز، فما تزعليش نفسك. قالت لها انت ازاي كده بعد ما اخد كل فلوسك والعز ده كله من تحت راسك انت، ورحتي جوزتيني عليه وسايباه برضه يتجوز واحده ثالثه؟ قالت عادي. بنلاقي بعد كده فوز بتعمل الاكل لمنيره، واول ما فوز شافت بدر بيتصنط كده على كلامهم من بره جابت لها سيره جوزها، وعماله بتقول لها جوزك واهتمي بيه، لكن بتقولها خليه يولي بلا قرف، وعماله بتشتم عليه وبتقولها كمان ان هي اللي قصده ما تخلفش منه لانها اصلا مش عايزه عيال منه. طبعا فوز شايفه بدر وهو عمال بيتصنط على كلامهم، علشان كده عماله بتقولها ده راجلك لازم تهتمي بيه، وكل ده طبعا علشان توقع منيره في شر اعمالها. وبدر يسمع كل الكلام بتاع منيره وهي بتشتم عليه وقد ايه ان هي مش طايقاه، وحتى الخلفه مش عايزه تخلف منه. وطبعا فوز عماله بتقولها ده جوزك لازم تهتمي بيه، ليه بتعملي معاه كده، وكل ده طبعا علشان بدر يسمع الكلام والحديث بتاعهم. بالنسبه للحصه بتعمل لحنين اكل علشان تتعشى، مامتها لسه ما جاتش. اول ما امينه بتيجي بتزعق لها طيبه وبتقولها خدي بنتك وامشي من هنا ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني بعد كده. حصه بتحاول انها تساعد امينه وبتقولها انا هاجي عشان اوصلك بالعربيه بدل ما تتصلي بصاحبتك شريفه. بنلاقي بعد كده فوز وامينه قاعدين بياكلوا، بتقولها موضوع العيال ده صح؟ قالت لها ايوه انا مش عايزه عيال ووجع دماغ. بنلاقي بعد كده اصلا فوز عايزه تخطف جوزها بدري منها. فارس بيقول لشو ان انت خلاص هتدخلي الفيلا من بكره، حضري هدومك وحاجتك علشان هتدخلي الفيلا، علشان كل خلاص عرف موضوع الجواز ده. طبعا هي فرحانه جدا وعايزه تحرهم وتقهرهم. بنلاقي بعد كده حصه بتوصل امينه وبنتها للبيت، اما فارس فبتدخل عليه مراته رؤيه وبتقول انا عايزه اقول لك على حاجه، وبتقول له ان هي حامل، وبيستغرب جدا وبيزعق وبيقول لها حامل ازاي في السن ده، انت مش شايفه سنك هتقدري تربي؟ قالت له طب ما انت فرحت لشو، قال شو صغيره هتجري ورا العيال، لكن انت ما فيكيش صحه حتى تجري ورا نفسك. بعد كده بيسيبها وبيروح لشمايل. شمايل كانت زعلانه ومقهوره قد ايه ان هو اتجوز عليها وسابها، اول ما قالت له انها حامل ساب لها المكان ومشي. اما بالنسبه لبدر بيدخل على منيره بيلاقيها قاعده بتتفرج على التلفزيون بالشكل ده وبيتضايق جدا، وكل ما بيفتكر كلامها مع فوز بيتضايق اكتر. حصه وصلت ومامتها بتقولها وصلتيها؟ قالت لها دي بنتك حرام عليك. قالت مش بنتي انا بس رضعتها. اما بالنسبه لشمايل اللي كانت مقهوره جدا وقاعده بتتكلم مع رؤيه في موضوع جواز فارس عليهم وانها مقهوره جدا. امينه معاها الفلوس وطبعا عايزه تحتفظ بيها لنفسها. اما بالنسبه لمنيره بتخبط على جوزها الباب اللي بيخرج ومعاه اللحاف وبيقولها انا مش هنام معاكي في الاوضه، انا هنام في الصاله لوحدي. بالنسبه للشرايك بيروح يعملوا اكل مع بعض وبيعملوا ورق عنب علشان نفسهم فيه، اولادهم بيتفرجوا عليهم وبيضحكوا طبعا قد ايه ان هما دلوقتي بقوا كويسين مع بعض. فوز بتكلم منيره وبتشيشها على جوزها وبتقول لها ما تعملوش اكل ولا تعملوا شرب وسيبيه كده وما تهتميش بيه. قالت لها يعني غيرتي كلامك؟ قالت لها ايوه الرجاله مش عايزين غير كده. طبعا هي عماله بتبص في صوره بدر وعايزه تخطفه منها. اما امينه فبتحلم حلم غريب ان حسن بيعذبها هي وبنتها، وبتصحى مفزوعه وبتخلص الحلقه على كده. لكن ملخص لأحداث الحلقة الخامسة من مسلسل أمينة حاف. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.